مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم حلو كتير فخمة. مثل ما شايفين شكلها كتير فخامة ورائع. بدنا نعمل هيدا الحلو بمكونات متوفرة بكل بيت وكتير سهلة وبسيطة، وإن شاء الله بتنال إعجابكم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. كوب، أول شي عنا حليب، حطينا كوبين حليب، ملعتين طعم سكر، ملعقة، اثنين نشا، ملعقة، ملعتين طعم جوز الهند، ملعقة، اثنين ملعقة صغيرة فانيلا. حركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط بهيدا الشكل هلأ منحطه بالصينية. هلأ بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة. بحط 100 ملي حليب، كمان ظرف كريمة، خلصنا خفق الكريمة. بعد مرور ساعة تقريبا بس حطيت الحلو بالبراد، هلأ بحط الكريمة على الوجه. بعد ما حطينا الكريمة بهيدا الشكل كمان برجع بحطها بالبراد أقل شي ساعة. كمان بعد مرور ساعة عنا فستق حلبي، برش على الوجه فستق حلبي بيعطي شكل كتير حلو رائع ونكهة كتير طيبة. إذا متوفر عندكم حطوا فستق حلبي، ما متوفر حطوا جوز الهند. هيدا الشكل النهائي للحلو اللي عملتها أنا وياكم بمكونات متوفرة بكل بيت وبطريقة كتير سهلة وبسيطة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.